أبنائي وبناتي دفعة تالتة ثانوي 2020، إن شاء الله في الفيديو ده هعرض لكم جدول الامتحانات بعد التأجيل. طبعا اللي هيبتدي يوم 21 كما أقرته وزارة التربية والتعليم. الجدول هيكون كالتالي: يوم الأحد الموافق 21/6 هتبقى لغة عربية والتربية الدينية، وطبعا الاتنين دول للشعبة العامة. يوم الثلاث 23 هيبقى في مادة الاقتصاد والإحصاء، برضو دي للشعبة العامة. يوم الخميس 25/6 تبقى اللغة الأجنبية الأولى، برضو للشعبة العامة. يوم الأحد 28/6 تبقى الرياضيات التطبيقية الديناميكا، شعبة العلم رياضيات. بعد كده يوم الخميس 2/7 تبقى عندنا مادة الأحياء لشعبة العلم علوم، ومادة الرياضيات التطبيقية فرع الاستاتيكا لشعبة علم الرياضيات، وبعد كده مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية. بعد كده عندنا يوم 7/7 إن شاء الله هتبقى مادة الفيزياء للشعبة العلمية، سواء علم علوم أو علم رياضة، وبعد كده مادة التاريخ للشعبة الأدبية. يوم الأحد 12/7 هتبقى إن شاء الله مادة الكيمياء، برضو دي للشعبة العلمية، سواء علم علوم أو علم رياضيات، وتبقى مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية. يوم الثلاث 14/7 تبقى اللغة الأجنبية الثانية، دي للشعبة العامة، والتربية الوطنية برضو للشعبة العامة. بعد كده يوم الأحد 19/7 تبقى في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلم علوم، والرياضيات البحتة اللي هو التفاضل والتكامل لشعبة العلم رياضيات، بعد كده مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية. بعد كده آخر يوم في الامتحانات إن شاء الله هيكون يوم الثلاثاء الموافق 21/7، هيبقى مادة الرياضيات البحتة اللي هي جبر وهندسة فراغية لشعبة العلم رياضيات. طبعا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ولو في أي أخبار تانية برضو عرفتها جديد أكيد هعرفكم بيها، وانتظروني في فيديوهات تانية إن شاء الله.